بلاير بس صديق البرنامج سير ستور سرسيكيان حديث البلد فعلا شغلة واحد ما في يستغني عنها. للتواصل مع حديث البلد اضغط على الرقم 2. حديث البلد بدونك ما فيه احساس ولا اساس. بس 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 بحديث البلد. موجوع قلبي من الهوى. مش حاسس بمطرح انه انت كتير عم بتكون قاسي معي. اساس استقالي مش هيك بس بقنينة كبيرة. هالسنة العنوان هو امريكا اللاتينية. اللوحة الاعلانية عندها دور كتير مهم، اهم دور هو التجميل. قال لي نحنا بهمنا انه نعرض بفترة الصيام برنامج مسيحي. حديث البلد الخميس 9:30 المساء على الام تي في.